فقرة الوجه الآخر، وهذه الفقرة هي التي نقوم من خلالها بإظهار الوجه الآخر لنجوم الإعلام في العالم العربي للتعرف عليهم بعيدا عن الشاشات. من هو نجم هذه الفقرة في هذه الحلقة؟ تعالوا نتعرف سويا. من هي ميسون بركة؟ أنا مذيعة بتلفزيون الآن لبنانية. كنت حب دايما وكنت عارفة أني رح أصير مذيعة بيوم من الأيام، ما بعرف لكن عندي إيمان بهذا الشيء وما كنت مهووسة فيه، كنت بعرف أنه أنا رح يجي يوم صير مذيعة فيه. صار لي 6 سنين ونص تقريبا مذيعة، عم جرب أشتغل حالي، بحب دايما أشتغل على حالي، تقريبا راضية عن حالي، بحضر حالي دايما، بشوف حالي وبنتقد كتير، وبعتقد ما بيوصل الشخص إلا إذا دايما اقتنع إنه هو ما وصل. متى قررت ميسون أن تكون مذيعة للأخبار ولماذا؟ عملت أنا تريننج بالعربية 6 شهور مش كمذيعة، عملت تريننج ببرنامج صباح العربية اللي هو مش أخبار، كتابة وتحرير وتصوير برا، عملت أكثر من تقرير كانوا أفكاري وصورتهم كأنه طالعة فيهم لايف يعني، بس طبعا كان تريننج ما كان يطلع الهواء. قررت أني أنا أكون مذيعة أخبار بعد فترة ما اشتغلت دغري، عملت تريننج بعدين كنت ما عم اشتغل مذيعة، بعدين لما قدمت على تلفزيون الآن قررت من غير ما أفكر أن أكون مذيعة أخبار. ما هو السلاح الذي تقاتل به ميسون؟ العفوية والطيبة، لأنه العفوية دايما هي بتبين دغري، ببين أداء شخص عفوي، وعكسه ببين دغري اللي هو كتير سلبي يعني التصنع. بعدين في صفات بتجر لكتير أمور، يعني التصنع بيكون في معه صفات كتير سلبية مثل الكرم، دايما بيقولوا يعني إذا شخص كريم شيء كتير حلو، مش لأنه كريم مصاري وبيعطي، الكريم كريم النفس، كريم بكل شيء. تصنع نفس الشيء بيزعج، وعلى الكاميرا بعتقد كتير صادقة. هل هناك أصدقاء حقيقيون في غرفة الأخبار؟ في زملاء حقيقيين جدا، أصدقاء أنا ما عندي، لأنه يمكن بغض النظر مش ضروري تكون إيجابية أبدا هذه الصفة، ما بحب أخلط، بحب يضلوا الشغل لحال، كتير أصحاب كتير قراب، كتير بكون مرتاحة لما أقعد معهم ومنضلنا سوا أصلا، وبعرف إنه إذا صار شيء بلاقيهم، بلاقي الكل، لأنه أنا بحب من قلبي فرد بتلفزيون الآن، طيبة عفوية، كلنا هيك مع بعض قراب، ما في نفسيات، ما في منافسة مش نظيفة بولا مجال بولا طريقة. بس يمكن إلي هيدا بترجع لي إنه ما في أصدقاء، لأنه بخلي يمكن دايما الموضوع من غير ما أقصد، بخلي دايما الموضوع مرتبط بالشغل وبأعداد حلوة ومهضومة وبس. إعلامي أو إعلامية وقف إلى جانبك حتى وصلت إلى ما أنت عليه؟ أكيد خيي طاهر بركي بالعربية، مش لأنه إنه شهادتي مجروحة فيه أكيد، بس لأنه هيدي الحقيقة، لأنه هي اللي صارت، دعمني كتير، بلشنا بخطوات وكان مساعدته إلي كتير صح. نحن عنا إياها بالبيت وأنا بحبها كتير هذه الشغلة، عنا نقد حقيقي، ما عنا إنه الأم مثلاً إنه ييش كنتي طالعة حلوة اليوم، لا تنتقدني، بالعكس بتركز على أشياء سلبية أكتر تتطور، ولأنه عندهم خبرة بالبيت، يعني أمي كان صار لها سنين تحضر طاهر فبتعرف تقيم صح، بتعرف تعطيني ملاحظات صح. موقف حصل معك أثناء تقديم النشرة ولن تنسي. في مرة طفلة بسوريا كانت عم تطلب دواء، فعم تقله للحكيم كان إنه بدي الدواء عم ربى، ما بعرف لا أثر فيي كتير هالموقف، حتى بس أحكيه هلأ آخر شيء توقعته أني أبكي، أثر فيي كتير، يمكن لناس تاني ممكن تبين عادي، لأنه مش لأنه بلا إحساس، لأنه عم نشوف أشياء بتضايق أكتر.
بس ما بعرف كتير أثر فيي. في كلمات ماذا يعني بالنسبة لك؟ الحب طبعا مهم، ما في حدا يعيش بلا حب، بيحمس الإنسان على كتير أمور بحياته، بيعطيه طاقة حلوة. الكذبة البيضاء، كذبة البيضاء بعتقد أنا كتير بكذبها، يعني منيحة. الغيرة بين الزملاء، أنا مع طبعا الغيرة، الغيرة من حدا كتير شاطر، الغيرة تستفيد. الشيشة، ما بعرف إذا هذا السؤال بس إلي لأنه نقطة ضعفي يمكن، بحب كتير وأكيد شيء مضر كتير يعني، بس بحب وجربت مرة تأعرف أنه أنا بحب أنا أكون مسيطرة على الشيء مثل هالقصص اللي بتعلق فيه الواحد، قدرت أترك بس أنه عقبل ما أتركها على طول. رسالة لمتابعيك، بتمنى أكون عند حسن ظن اللي بتبعني عن جد، وأنا بفتكر إن شاء الله يكون عم ببين هذا الشيء بشغلي دايماً، بحترم يلي عم يحضرني، بجرب بكل حركة على الهواء احترم يلي قرر يحضرني مين ما كان يكون، رجل مثقف، رجل عادي حابب يسمع الأخبار ببساطة، امرأة، طفل، أي حدا، بجرب بحترمه بكل شيء على الهواء، إن شاء الله أكون عند حسن ظنه.